السلام عليكم. اليوم عندنا المحاضرة 7، هي تكمل باقي المحاضرات مع الـ Volumetric Analysis. أتمنى نشوفوها سهلة. هالقوانين اللي قدامكم كلها تحفظوها، هي تراكيز بجزء بالمليون وجزء بالمليار وجزء بالألف. القوانين كلها نحفظ على الإطلاق الأمني. نجي هنا مثال على هذين القوانين اللي أخذناهم قبل شوية. نقول لك عينة بها 2.6 غرام، تحتوي هاي العينة على الزنك هو 3.6. نقول لك شنو هو تركيز الزنك الموجود بالصفيحة هاي بال PPM يعني جزء بار مليون، وال PPB اللي هو جزء بالمليار. طبعا بس مجرد مطابق القانون، هو الوزن على الوزن الأخ، يعني وزن العينة الأصلية على الوزن ما نريد نحللها، بس تعويض يطلع لنا الرقم. جوا نفس الحالة بس ضاربها في 3، ليش؟ حتى يسويها بالمليار بس، لأن هو أصلا مطيك إياها بالبليون، تحولها بس من مليار تضرب في 3. هنا نفس الحالة، هم قوانين نفس هذيش القوانين بالضبط، اللي كانت وزن على وزن، هالمرة شنو وزن على حجم. بس هنا هو قانون زيادة اللي هو جزء من تريليون، عاد حفظوه كافي، يعني هن نفس الشيء قوانين. طبعا هذا المثال عندكم نفس الحالة، بس مجرد يعني طبق تطبيق مباشر، خلي قانون عوض واضرب قسم ويطلع لك الناتج. هنا دي احكي لك العلاقة الربط بين المولارية والنورمالية والجزء من مليون. طبعا ما تقدر تشوفون قانونين تحفظوهن مع المولارية ومع النورمالية. مولارية تساوي PPM يعني جزء من مليون على المولكولار ويت هو الوزن الجزيئي او المولار ماس في الف. عندك مثال رقم 39 يقول لك احسب النسبة، حسب التركيز المولاري، منطق البي بي ام مالته 1 للسولوشن يحتوي على، لان المحلول يحتوي على الليثيوم ويحتوي على الرصاص. مجرد تطبق القانون، عندك البي بي ام منطق 1، الوزن الجزيئي مال الليثيوم انا اعطيك اياه طبعا بالسؤال، هو اللي هو 6.94 في الف، تضرب تقسم تضرب يطلع لك الناتج. عندك نفس الحالة للرصاص، همين ايش قد متكيا 1، الوزن الجزيئي مال العيون الرصاص هو انا اعطيك بالسؤال 207 في الف من ضمن القانون. نفس الحالة تضرب وتقسم يطلع لك ناتج. المطلب الثاني يقول لك ايش قد وزن عندك مركب ال PPNO3 باي 2 كله، يريد الوزن مالته، بس شو مطيق؟ مطيق أول شيء الحجم مالته اللي تمت إذابته بالماء اللي هو 1 لتر يعني 1000 مل، ومطيق البي بي ام يساوي لنا 100. فنكتب القانون مالتنا اللي هو المولارية يساوي لنا PPM يعني الوزن بالمليون على وزن جزيئي في ألف. البي بي ام مطيق إياها 100، الوزن الجزيئي مال أيون الرصاص هو 207 في ألف، هذا من ضمن القانون. نفس الحالة تضرب وتقسم يطلع لك المولارية. هو إيش رايد بالسؤال؟ رايد الوزن. فتطبيق طبق قانون المولارية العام مالتنا، المولارية يساوي لنا وزن على وزن جزيئي في ألف على V. المولارية طلعناها من المطلب اللي قبله اللي هي 4.83×10^4 يساوي لنا وزن احنا نريده. الوزن الجزيئي مو مال الرصاص، تكتب مال المركب كله، لأنه هو يريد المركب كامل. فأنا أعطيك بالسؤال همين، هو 283.2 في ألف من ضمن القانون، والفي مل باعتبار مطيك 1 لتر يعني 1000 مل. نفس الحالة تضرب وتقسم ويطلع لك الناتج. طبعا هاي 6 واجبات أريدكم منها، أريدكم تحلوها يعني. الصور سهلات ما بين شيء، ونفس القوانين اللي اخذناها بالسلايدات الباقيه، يعني مال نفس المحاضره هاي مو محاضره سابقه. P fraction، طبعا ال P fractions اريدك تحفظ لي
اللي حاطك اياه باللون البنفسجي. البي فاكشنز هو نفسه البي فاليو، يعني نفس الشيء. اذا جبتك هذا الاسم وهذا الاسم هو نفس المعنى، ها وحده. واريدك تحفظ القانون بي اكس يساوي سالب لوج الاكس، هذا اللي اريدك تحفظه اياه من الشرح اللي فوق. بينما مثال 41 يقول لك calculate the p value of for each ion in a solution، احسب لي كل الايونات الموجوده بالمحلول. منطق 2 في 10 سالب 3 المل لل NaCl، ومنطق 5.4 في 10 سالب 4 المل لل HCl. فنحسبهن واحدة واحدة. فأول شيء نحسب المل لل H، فال P لل H يساوي لنا سالب لوج ال H. سالب لوج ال H بس مجرد تعوض الرقم مالته، هو 5.4 في 10 سالب 4 تضرب 10 في سالب 4 في 5.4 وطلع اللوج مالتها، هيطلع لك سالب 3.27. بس انت عندك بالقانون عندك سالب لوج، فالسالب ويا السالب يروح، فيبقى لك 3.27. نفس الحاله بالضبط المن للبي ان اي، نفس الشيء. نجي على اخر خطوه اللي هي شلون يقيس ايونات السي ال. تجمع الاثنيناتين، وراها تنزل مرتبة 100 من 10 أس سالب 4، سويها 10 أس سالب 3 حتى يجمع، جمعتهن طلع لك ناتج، طبق القانون مرة الأخرى وراح تنتهي المشكلة كلها. Classification of titrations Classification of volumetric or titration method. إذن هو تصنيف الطرق الحجمية أو طرق التصحيح. طبعا عندك أربع نقاط، أنا محدد لك بالبنفسجي مين تحفظ له وين. يعني بالنقطة الأولى كاتب لك neutralizations، يعني neutralization titration اللي هو التصحيح التعادلي. Many compounds both inorganic and organic، يقول لك في كثير من المركبات العضوية والغير عضوية. And either acidic or bases can be titrated with a standard solution of strong base or acidic or strong acid. أو حامض أو قواعد ممكن تصححها مع محلول قياسي، إذا كان محلول قياسي حامض قوي أو حامض ضعيف. طبعاً هنا تحفظ لي النقطة الثامنة كلها تحفظها، اللي هي precipitation titrations، اللي هي ترسيب طرق الترشيح ترسيبي، تصحيح الترسيبي، سوري تصحيح الترسيبي. طبعاً هاي النقطة كلها تحفظها. النقطة الثالثة اللي هي اسمها complexometric titration، اللي هو التصحيح التعقيدي، تحفظ من complexometric titration الى حد with the analyte. طبعا انت ترجموا تقروها. النقطه الثالثه، النقطه الرابعه سوري، reduction oxidation titration، تحفظ لي اياها من these redox titration الى حد or vice versa. vice versa يعني العكس بالعكس، هنا تحفظ. مثال 43 يقول لك عينة تحتوي على صوديوم بيكربونات ذابت وصححت مع محلول قياسي لحامض HCl. حل بسيط، تكتب مليمولات ال NaHCO3 اللي هي بيكربونات الصوديوم ومليمولات ال HCl. عندك بال HCl مطبق قانون التخفيف هو ال M في V، بينما هنا مطبق القانون الأخمى المولارية هو الحجم الوزن على الوزن الجزيئي في ألف. بس مجرد تعويض يطلع لك الوزن مال من مال البيكربونات الصوديوم اللي استمر بالتفاعل. طلع النسبة المئوية مالته اللي هو رايته بالسؤال، يقول calculate the percent sodium bicarbonate in the sample، يعني تقيس النسبة المئوية لبيكربونات الصوديوم في العينة. فجزء على الكل في 100، الجزء ايش قد طلعناه احنا 0.356، على العينه كلها اللي هي موجوده بالسؤال هي 0.467 في 100 وتضربها يطلع لك النسبه المئويه مالتها. المثال هذا نفس المثال الفات بالضبط طبق العصر، بس مجرد ارقام تتغير وكافي. بس شوفوها 100 ملي مولات مال ماده مال Na2CO3 يساوي لنا نصف مليمولات HCl، بس مجرد تعوض راح يطلع لك الوزن مالته، وهمين وراها طلع نسبة مئوية مال مركب اسمه صوديوم بيكربونات نفس الشيء، جزء على الكل في 100 ويطلع لك الناتج. اللي هنا خلصت المحاضرة مالتنا، وأصورها عشانها سهلة وبسيطة. حلوة الصورة مال بات مال مو.